انا ما نمتش من امبارح بالليل ولا دقيقه، عماله افكر واجيبها كده اجيبها كده، مش عارفه اخد قرار. انسي خالص انك ترجعي له تاني، خصوصا بعد ما عارف ان انا اتجوزتك. انا عارف ايه اللي بيدور في دماغك، ما انا مش غبي برضو عشان اصدق انك حبيتيني فجاه كده ونسيتيه. تتجوزتيني عشان ابقى محلل تعرف ترجعي له تاني، ولو خطة شريه نجحت تبقى كسبتي. المفاجأة بقى ان هو مش عايزك ولا عايز يرجع لك بأي طريقة. هو لا انصدم ولا اندهش لما عرف ان انا اتجوزتك. ده قال لي تولع بجاز، كل اللي كان همه جميلة واللي في بطنها. ما هو انت كمان حطيتنا في ورطة كبيرة قوي لما اعترفت الجميلة ان اللي في بطنها ده منك مش من زياد. ها كان عنده اوبشن تاني؟ ما الواطية اللي اسمها فاتن راحت قالت لها، وسهل جدا تثبت الموضوع ده. تحليل دي ان ايه؟ هتكتشف على طول ان اللي في بطنها ده مش ابن زياد. انا اتحطيت في خانه اليد كان المين؟ ظهري بقى للحيطه. يعني لازم اواجه، وما دام بقت حرب يبقى ضروري حد يموت وحد ينتصر. وانا بصراحه بقى مش ناوي اموت ومش هسمح له انه ينتصر. طب ما فيش حل تاني غير كده؟ ايه ده؟ انت لسه باقي عليه؟ بقول لك بيهددني بالقتل. الباشا بيهددني ووارد قوي ان هو يعملها. بس بصراحة انا لو مكانه عاملها. بس انا بتهيألي زياد ما يعملش كده. زياد يبلغ عنك بس. بس ابن الايه برضه ما شكش فيها. ماسك فيها بايديه واسنانه. دي لا نافع معاها خطط ولا مؤامرات ولا سحر ولا اعمال. ايه دي؟ ايه ده؟ وانت فعلا عملت لها سحر واعمال؟ كل مصيبه تقع فيها اقول خلاص العمل هيجيب نتيجه، انما ايه دي ما بيحوقش فيها ولا حاجه، كل مره تطلع منها زي القرده. هو انا كده بقى عرفت انا اتجوزت فين؟ لا انا ما عملت لكش عمل ولا حاجه، انت جاي واقع على بوزه. ماشي مقبولة منك، بس مش مقبول منك بقى تسيب شيري بعد اللي عملته فيا. لازم تجيب لي حقي وإلا والله العظيم هطلع عينيها. فكك بقى من شيري وخلينا في الأهم، خلينا في ابنك. ابنك ولا شيري؟ ايه دخل ابني في شيري؟ ايه ده؟ وانت بتقلك انك هتشوفيه تاني؟ اكيد هيمنعه عنك. ده انا اروح اهد البيت على اللي فيه. هو ده اللي انت هتعمليه بالظبط، بس من غير ما تسلمي نفسك. نبقى خلصنا منه، كسبنا فلوسه قبل ما جميله تخليه يكتب كل حاجه باسمها زي ما عملت مع ابوها. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.